انا شفت فيديو لإلكم كمان عم تعملوا مين بيعرف الثاني اكثر على يوتيوب، فقلنا بنعملها هلا بفيميل. في اثنين تابلو مع طبشور، شفت علبه الطبشور حدك جاد؟ اوكي كبير. بس هلا انا اللي رح كون عم بسالكم الاسئله. ايه وكبير. اعطيها طبشوره بليز لعلا وما تنقلوا عن بعض. اوكي علا؟ اوكي يلا بعمل هيدي كمان. ببرم انا بعرف هو معقول ينقل من شان هيك. هو شاطر كل حياته بالمدرسه كان. يلا. شو كانت اول هديه من جاد لعلا؟ علا خبي التابلو. يعني ايه ما تتطلع. شو عم تطلع؟ ما حاطط اللونات، ما عم نقشع بهاللونات. كل هو جاب لك هن علا؟ ايه ما هن كانوا مع بعض. اه فرجينا فرجونا شو جابتوا. ناسي؟ ناسي. بارفان؟ بلوش شو نسيت البلوش. نسيت البلوش، شو كان عمري؟ كانت ثلجة. ايه وصف سيارته كثير بعيد، حط رقم تليفونه على المسيحة وعك الثلج ومشي واجى. عك الثلج. ايه كلمة بكفوية. ايه فهي ما بنساها. شو هي عك الثلج؟ يعني عرفتي دعوة يعني مشيت بالثلجات لاوصل لعندها لانه هو بتعرفي ابن بيروت يعني انه هيدي يعني افونتور وانا بهتوا فيها هيدي كل ما نتخانق بقول له ما تنسى عكيت الثلجات. وجاب لك دبدوب هو البلوش كمان. ايه نورس كبير ابيض وعامل هيك عبوطة. شو كانت المناسبة؟ فالنتان؟ ايه فالنتان. ايه كنت عم شدها عم بلفي. ايه وانا كنت اخذته هيك انه نحن هيك كان عمري فاندور هيدا تبع بيروت عادي غيرك كثير عكوا الثلجات يعني. لا وشو كنت اعمل؟ انا ما كنت كنت مثلا انط الياس هي طلوع بكفيه ما كنت عارف شيء ما عارف شو المناطق يعني. ايه كان عمري 20 21 سنه وقد ايه كنت الا ليكي بقطع لعندك عندي مشوار على الرابي تقول لي وين الرابي وين بكفيه انه انا ما بعرف صير اخترع انه انا طالع لعندك وعكيت الثلجات. يلا اي رقم تعتبره علا رقم الحظ عندها؟ 7 ان 3 6 لا رقم تليفونك؟ لا بدي رقم. اوكي رقم حظها لعلا. خبي خبي كبير طب غلط حطيت ان كاس هو مفرد وانت مجوز. اه عرفة من عم تتعرف عليها أكثر باللوك داون؟ صراحة بنحكي غير أرقام نحن. آه بتحكي غير ما بنحكيش أرقام. سؤال جديد، مع مين جاد بيحكي أكثر شيء على واتساب بفترة الحجر؟ فرجينا علا فرجينا. يي أمل. تحية لأمل طالب. هي كمان بتعيط لك بوب ما هيك. سؤال جديد، قد ايه قياس الجينز يلي بتلبسه علا؟ ياه شفت انا عرقان. بس ايه بس ما هو حسب اذا مكسيكان او يوروبيان هيك بعرف انا. اوه هو بيعرف يعني. هو بيعرف فرجيني علا. هيدا ام اكس وهيدا اي يو. برافو عريق. ايه بتويت 28 حاطط كمان اليسار. هو ايه اوكي اوكي. يلا سؤال جديد، كم مرة جاد حب بحياته قبل علا؟ شفت مخبرك كل شيء. ايه ايه لا تغير لونك صار مثل لون لونات. فريت جاد عم بقول زيرو جاد قبلك ما حب. هلا هو مخبرني عن لا انا كنت فاكر انه حبيت بس تعرفت علي عرفت انه لا كنت فاكر انه حبيت بس تعرفت علي حسيت انه واو كان لازم تحطوها هي حلقه فالنتاين. شو مخبرك عنا خبرينا خبرينا شو مخبرك عنا؟ اصلا اجوا لعندي سوا. ايه وقت عك الثلجات؟ لا قبل مره كان بعدها نوفمبر. ايه كانت رفيقته في. ايه وقتها انا كنت اخذته هيك انا عمي ترى هو بلش يحس اشياء. ايه انت اخذتي ايه تعرفيه على بكفيا سياحة مثل غيره يعني انا على طول هيك باخذهم هالشريات. سوري حياتي بس انا اصحابي كلهم شباب مثله 12 13 وحده. كل اصحابي شباب انا انه كلهم عادي يعني لازم السؤال يكون لعلا كم مره حبت علا بالجاد. اوكي ايه فاجوا لعندي سوا بس هي كانت راحت هجره يعني فتركوا بعض. عشلت يمكن عشلت يمكن عشلت تبع جاد. طيب ما كان يستحي كان غير حدا عن جد. ايه قال هو اخذت معه 35 سنه لحتى يمكن تجمعت شجاعه وانطلع. يلا سؤال جديد، باي ماده كانت علا مش شاطره بالمدرسه؟ وصلت مش شاطره انا بعرف انه ورا ابني لا هي بتعلمه بقول لها قومي قومي
مات هلا بعد تدريس اونلاين عارف طيب ما جاد كل حياته اتيود هلا باللوك داون عم جاد عم يدرسه مات سؤال جديد ورقم جديد قد ايه وزنه لجاد اوكي تقريبا على قبل اللوك داون او بعد على الاد عن جد لا عزاز عم تحس بتقلي عم تحس بتقلي الان اخر سؤال على الترامبولين اخر سؤال باي تاريخ ولدت علا بنت كوناي أكيد أي ساعة؟ يلا أوكي جاد ما تعطينا لا إيه لا رحنا على المستشفى 3 الصبح لا رحنا على المستشفى زي ما رحتوا على المستشفى أنا ساقت 3 الصبح هو لأنه ساق مع بانيك لا بتعرفوا ما بعرف كثير علا وقت تعيطي جاد لازم تعرف عالم جديد يعني إيه خلص فزتها سوري لا لا عادي عادي انا بقول له دائما لازم تغير يعني هالمره وحده شقره ايه هي ذاتها على طول انا مره قلت لها بدي اغير على سني قلت لي بدي اغير لك سنانك كلهم ايه لا خلصنا من التابلو اذا بدكم تحطوهم علا لما توسخي الدريس سجل على www.lbcgroup.tv عمول سبسكرايب على الويب سايت واحضر كل البرامج والحلقات والتغطيات المباشرة ساعة اللي بدك نزل الابليكيشن الـ LBCI وخليها عطول معك